أهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدد جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المجلة. ساعة ونصف إن شاء الله حنكونوا مع بعض تقريبا، حنكونوا فيها معاكم نستعرض ونصفحوا العديد من الصفحات المفيدة والمتنوعة، ونتناول أخبار ومعلومات من ليبيا ومن كل أنحاء العالم. خليكم معنا. عدد اليوم مليان أخبار ومعلومات ومواضيع متنوعة، نتمنى أنها تنال رضاكم واستحسانكم. طبعا لو حابين تشوفوا العدد والحلقات الماضية اللي فاتتكم من برنامج المجلة تقدروا تشوفوها من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي راح تظهر على الشاشة. وأيضا لو عندكم أي ملاحظات أو أراء أكيد راح نكون سعيدين إنكم توصلوها لنا على صفحة البرنامج. وتو قبل ما نبدو تصفح صفحات مجلتنا خلينا نشوف مع بعض العناوين لعدد اليوم من مجلتنا. في صفحة تكنولوجيا واتصالات، السفر أسرع من الصوت، حلم يتحقق، وذراع روبوتية قابلة للارتداء قادرة أن تخترق الجدار. توقعات عظيمة، رواية للكاتب تشارلز ديكنز هو عنوان كتابنا اليوم من صفحة إصدارات. أهم المسلسلات التلفزيونية التي تعرض بجميع أجزائها نستعرضوها ضمن صفحة أون سكرين. ومجموعة من الأخبار الغريبة والمنوعة من حول العالم نستعرضها في صفحة من هنا وهناك. طبعا مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على بعض عناوين عدد اليوم، شو رايكم نتصفحوا مع بعض اولى صفحات مجلتنا ونشوفوا شن عندنا من اخبار واختراعات وابتكارات في صفحه تكنولوجيا واتصالات. بما اننا نتكلم دائما على الجائحه، جائحه كورونا كوفيد 19 واللي قاعده مستمره، نسال الله ان يعافينا ويشفينا ويعني تنقشع هالغمه على كل العالم. فخبرنا اليوم له علاقه بفيروس كورونا وهو مكيف هواء يقضي على فيروس كورونا. باحثون في جامعه هيوستن بولايه تكساس الامريكيه تمكنوا من ابتكار مكيف يقولوا انه هو قادر على التقاط جزيئات فيروس كورونا المتطايره في الهواء وقتلها فورا. تفاصيل الابتكار الجديده نشرت في دوريه توداي فيزيكس العلميه، وطبعا اجرى الباحثون تجربه في مختبر. اظهرت التجربه هذه ان 99.8% من فيروسات كورونا الموجوده في الهواء قتلت بعد تشغيل طبعا هذا المكيف. المكيف يستخدم طبعا رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وتسخينها أو تسخين هذا النيكل درجة الحرارة عن طريق درجة حرارة تمهيدا لقتل هذه الفيروسات. ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكن أن يستخدم في الطيارات والمكاتب والمدارس وغيرها من المنشآت اللي تكون مليانة ومكتظة بالبشر. الابتكار هذا يجي بالتزامن مع حديث منظمة الصحة العالمية عن وجود دليل أن احتمال انتشار فيروس كورونا عبر جسيمات صغيرة للغاية في الهواء اللي تخرج طبعا من الزفير للإنسان ويمكن أن تصيب الأشخاص اللي يستنشقوها. وبحسب طبعا ما ذكر موقع ميديكال إكسبرس العلمي، شارك في تطوير مكيف الهواء باحثون من الجامعة بقيادة مدير مركز الموصلية الفائقة فيها هذا البروفيسور هو زيفن رين، إلى جانب مندر حوراني الرئيس التنفيذي لشركة ميد ستار المعنية بتطوير المشاريع الطبية. وخبرنا الثاني عن ذراع، هذه الذراع ذراع روبوتية قابلة للارتداء قادرة على أن تخترق الجدار. في أوقات هلبة نتمنى أن لو في عندنا أو نملكوا ذراع ثالثة نستخدموها لما تكون إيدينا مليانة ومحتاجين مثلا أن احنا نفتحوا الباب أو نردوا على الهاتف.
الباحثين في جامعة شيربورك الكندية عندهم الحل وصنعوا دراع هيدروكليدية مثبتة على الخصر عندها القدرة على كل شيء، تبدأ من طراء الجدران لغاية تحطيم الجدران بفضل قطعة آلية تكون مثبتة في الخارج. الدراع هذه وزنها تقريبا نفس وزن دراع الإنسان، ويتم توصيل الدراع الروبوتية على الخصر عن طريق حبل. الدراع قادرة على رفع 5 كيلوغرامات، وتبلغ سرعة المستجيب النهائي 3.4 متر في الثانية، وهذا يعني أنها عندها القدرة على القيام بأشياء زي الضرب من خلال دري وول ولعب حتى تنس الريشة. على الرغم من فكرة الروبوتات القابلة للارتداء واعدة بالتأكيد، إلا أنها طبعا لا تزال محدودة، وهذا الروبوت اللي نشوف فيه مثال على ذلك. وخبرنا التالي عن شاومي تتحدى سامسونج وإل جي بتلفزيون ذكي جدا. شركة شاومي أعلنت عن تطوير تلفزيون ذكي جديد زوداته بمواصفات متطورة باش تتحدى به الأجهزة المنافسة من شركتي سامسونج وإل جي، وأطلقت عليه اسم مي تي في ماستر. هذا التلفزيون يجي بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، ومزود بشاشة OLED بقياس 65 بوصة، حوافها رقيقة جدا تغطي أكثر من 89% من مساحة وجهته الأمامية. كذلك تتميز شاشته بمعدل سطوح يعادل 1000 شمعة على المتر المربع، ومعدل تردد 120 هرتز، فضلا عن دعمها لميزة أوتوماتيك لو لاتنسي مود، وزاوية رؤية عريضة تساوي 178 درجة. أيضا يدعم هذا التلفزيون تقنية 4K لعرض الفيديوهات والعديد من التقنيات المتطورة زي تقنية دولبي فيجن وتقنية DTS أوديو وتقنية دولبي أوديو كذلك. أيضا جهز بتقنية الـ NFS وتقنية بلوتوث 5 لتوصيله مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فضلا عن قدرته على الاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية الأخرى. ومش هذا بس، أو هذه الإمكانيات بس، شاومي جهزتها بأربع مكبرات صوت بقوة 20 واط وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت ومعالج ميدتك MT9650 ومعالج رسوميات وثلاث منافذ HDMI ومنفذي USB ومنفذ أيضا لشبكة LAN ومنفذ SPDF. طبعا هذه المنافذ تساعدها عن تطبيق مشاهدة الأفلام والفيديوهات والمسلسلات عبر الإنترنت. وإلى خبر آخر، المرة هذه عن السفر بسرعة الصوت وأسرع من الصوت. حلم السفر يتحقق أسرع من الصوت. أعلنت شركة بوم سوبر سونيك واللي مقرها دنفر بولاية كولورادو الأمريكية عزمها إطلاق طائرتها الأسرع من الصوت XP1 في 7 أكتوبر الجاي، باش تبدأ رحلتها التجريبية طبعا في 2021. الطيارة اللي وصفتها الشركة على أنها الأسرع في التاريخ تعتمد على تقنيات متطورة زي الهندسة القائمة على استخدام ألياف الكربون في عمليات التصميم، طبعا هذا إلى جانب الديناميكيات الهوائية عالية الكفاءة. الطائرة حتكون تتسع لحمولة ما بين 55 إلى 75 شخص، ويتوقع أنها تبدأ في رحلاتها التجارية في عام 2030، وراح تركز رحلاتها على المسارات عبر المحيط الأطلسي في البداية، وحتستغرق الرحلة من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن حوالي ربع ساعة 15 دقيقة فقط، وحتدمج الطائرة أحدث تقنيات تقليل الضوضاء، وحتحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت فوق المحيطات بحيث تضمن عدم تأثر المناطق السكنية بالأصوات. المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة قال في بيان لي تمثل طائرة XP بالنسبة لهم 1 هذه الخطوة الأولى لتوفير السفر بشكل أسرع من الصوت حول العالم، وأضاف أن الرحلات الجوية بسرعة مضاعفة تعني إمكانية السفر أكثر وقطع المسافات على نحو أسهل، ما يمكن زيادة الأشخاص والمواقع وزيارة الأشخاص والمواقع السياحية والثقافية على نحو أكبر.
طبعا هذا كان كل شيء عندنا في آخر أخبار عالم التكنولوجيا والاتصالات والتقنية. وتخلينا نصفح صفحة جديدة، صفحة محبي الألعاب الإلكترونية واللي يشرف عليها صديقنا صديق البرنامج عبد الله هدية. شن عندنا اليوم وشن نختار عبد الله؟ خلينا نشوف مع بعض. لعبتنا الأولى هي إعلان الجزء الثامن من Resident Evil. Resident Evil Village أو القرية بالعربي هي الجزء الثامن من سلسلة لعبة الرعب والإثارة Resident Evil، وبحسب الأخبار فالأحداث حتكون تابعة للجزء السابع، بحيث أنك أنت حتلعب بالشخصية الأساسية إيثن بعد هروبه من المنزل في الجزء السابق ولقائه بالشخصية المعروفة في عالم اللعبة كريس ريدلفيلد. طبعا كريس ريدلفيلد هذا هو شخصية أكيد تابعتها في اللعبة اللي أو في الجزء السابق، واللي فتح تساؤلات طبعا هلبة عن علاقة اللعبة بباقي الأجزاء. ومن هنا نقدر نقول أن الجزء الثامن حيكون رابط بين الأجزاء اللي فاتت وعودة اللعبة لدائرة الأحداث من جديد. وحسب كلام الاستوديو قال إن الأحداث المرة هذه حتكون في أوروبا مع نفس الشخصية اللي هي إيثن اللي قلنا عليها، وأسلوب اللعب حيكون بمنظور الشخص الأول زي الجزء السابع مع دعم تقنية الـ VR أو الواقع الافتراضي في اللعبة. موعد صدور اللعبة حيكون العام الجاي اللي هو عام 2021. What is it with that creepy story? It's just a local young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? No, no! Friendly! Friendly! Who are you? Who sent you? What are you? لعبتنا الثانية هي الجزء الجديد أيضا للعبة قديمة اسمها Odd World. حصرية البلايستيشن طبعا عام من عام 1998 تعود بجزءها الجديد على البلايستيشن 4 و 5 وأيضا على جهاز الكمبيوتر، واللي تحكي ببساطة عن بطل يحاول يلخص، أو هذا البطل عنده هدف هو أنه يخلص شعبه من الاستعباد في مملكة من الممالك. اسلوب اللعب هو خليط بين الثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد زي الجزء السابق، وخلال اللعبه تقعد انك انت تحاول تجزاز العقبات اللي قدامك وتحرر شعبك المستعبد واللي حيكونوا معاك خلال المراحل، وتحاول تطلع باكبر عدد من شعبك بدون اصابات خلال المرحله واللي حتواجهك خلالها العديد من المواجهات. طبعا هذه المواجهات مع العدو وايضا مع الحوادث المؤسفه من بينها سقوط الجسور او المرور بعقبات خطيره. موعد صدور اللعبة غير معروف لغاية الآن، بس خلينا نقوله أو حسب ما وصلنا من المعلومات أنها غالبا حيكون في نهاية السنة هذه اللي هي سنة 2020. They believed, trusted, followed, and it led them here. You may have escaped with a murderous blade. لعبتنا الأخيرة الأسبوع هذا هي أسترو بلاي روم. هي لعبة الواقع الافتراضي المحبوبة على جهاز السوني، طبعا مستمرة أيضا لجهاز بلايستيشن 5 مع تحسينات أكثر ومراحل جديدة. الكائن الآلي اللطيف أسترو يستمر في مغامراته لإنقاذ الآليين التانيين من يد طبعا الآلات الفضائية الشريرة.
اسلوب اللعب حيكون زي السابق عن طريق لبس نظاره الواقع الافتراضي لجهاز البلاي ستيشن، بس الواضح انه بجوده افضل واللعب خلال مراحل مختلفه مع اضافه ميزات جديده تخص الذراع وحساساتها جديده من ناحيه الاحساس بالريح والكهرباء والاهتزازات والحركه واشياء ثانيه حتخلي تجربه اللعبه ممتعه وفريده. اللعبه موجوده حاليا في متجر بلاي ستيشن، لكن تحسينات جديده حتكون متوفره مع اطلاق جهاز بلاي ستيشن 5 المتوقع نهايه هذه السنه. طبعاً كان هذا كل شيء عندنا في صفحة الألعاب، ولو عندكم أي سؤال أو استفسار عن أي لعبة أكيد تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق صفحة البرنامج اللي راح تشوفوها على الشاشة. أحد المفكرين المغاربة عنده قول مشهور يقول فيه: القراءة أمة، والأمة هرم قاعدته القارئون، ووسطه المثقفون، وأعلاه العلماء والمخترعون. ولأننا طبعاً نؤمن بأهمية القراءة، كان لازم يكون عندنا في المجلة صفحة للقراءة، صفحتنا الجاية خاصة لمحبي وعشاق الكتب والقراءة، صفحتنا صفحة إصدارات. أمال كبيرة Great Expectation هي واحدة من أشهر روايات سيد الأدب الفكتوري تشارلز ديكنز، وأكثرها شعبية. تشارلز ديكنز يعتبر من أبرز الكتاب، وهو أيضا ناقد اجتماعي، ومن خلال رواياته يعتبر أعظم روائي في العصر الفكتوري. ديكنز خلق بعض الشخصيات الخيالية الأوسع شهرة من خلال رواياته، من أعمال الشهيرة أيضا أوليفر تويست وحكاية مدينتين وديفيد كوبرفيلد. روايته هذه اللي راح نستعرضها اليوم عنوانها آمال كبيرة، تتمحور حول شاب فقير يدعي هذا الشاب منح الفرصة أو تتاح له الفرصة ليصبح سيد مرموق من قبل فاعل خير غامض، وتدور الأحداث في إطارات عديدة تخليك تحس وتشعر إنها تمسك مرتبطة بك. شو رأيكم نتعرفوا على هذه الرواية أمال كبيرة في التقرير التالي الذي عد الزميل زيد المؤمن. تبدأ الرواية بزيارة بيب وهو بطل الرواية إلى قبر أبويه، ويقابل في طريقه سجيناً هارباً، والذي يطلب منه أن يحضر له بعض الطعام ومبرداً حديدياً. وبالفعل أحضر بيب الطعام إلى السجين الهارب بعد أن سرقه من بيت أخته التي كان يعيش معها هي وزوجها جون. وبعد فترة تمت دعوة بيب ليلعب في بيت السيدة هافيشام، وهي سيدة غريبة الأطوار طاعنة في السن، وكانت لا تزال ترتدي فستان الزفاف منذ عقود، منذ أن هجرها زوجها يوم زفافها. وكانت لدى السيدة هافيشام ابنة متبناة تدعى ستيلا، وكانت جميلة للغاية، لكنها في الوقت نفسه كانت قاسية القلب ومتعجرفة. أعجب بيب ستيلا وأحبها كثيراً، وكان وقتها صبياً يتعلم الحداد في ورشة زوج أخته جو، وشعر أن معاملة ستيلا له كانت على أنه من الطبقة العامة، بينما هي ابنة لأغنى سيدة في البلدة. وشعر بيب أن هذه المهنة لن تجعل منه سيداً قادراً على أن يتزوج ستيلا. وفجأة حالفه الحظ وحصل على المال من متبرع مجهول، واتجه إلى لندن ليتعلم هناك. وبالفعل أصبح رجلاً له مكانة،
ولكن ستيلا لم تتقبله أيضا، وعاش في وهم أن السيدة هافيشام هي الشخص المجهول الذي أعطاه المال، حتى اكتشف أن الشخص الحقيقي الذي أحسن إليه هو ذلك الرجل السجين الهارب الذي قدم له يوما ما الطعام والمبرد الحديدي كي يبرد الأغلال ويفكها من يديه، وما فعله لبيب كان ردا للجميل. تدور الأحداث ويعرف بيب أن السجين الهارب هذا هو نفسه والد ستيلا، وأن ستيلا قد عاشت حياتها وهي تجهل من أمها وأبوها، وتتزوج ستيلا من رجل غني ولكنها تحيا حياة بائسة، وتتزوج مرة ثانية ولكنها أيضا لا تنعم بالسعادة على الرغم من الثراء الذي تتمتع به. تمر الأيام والسنوات على بيب ويخوض تجارب قاسية في حياته، ويسافر للعمل سنوات طويلة، وبعد أن عاد إلى إنجلترا ذهب إلى منزل السيدة هافيشام التي كانت قد توفيت بسبب حريق قد التهم البيت ولم يتبقى منه إلا الحديقة، ووجد ستيلا تتجول حزينة فيها وفي عينيها نظرة حزن هادئة بسبب زوجها الذي مات منذ سنتين وكان يسيء معاملتها، وأن تلك العجوز هافيشام قد حولتها إلى صاحبة قلب بارد كي تنتقم من كل الرجال بسبب ذلك الرجل الذي تركها، وتحولت قسوة وتعجرف ستيلا إلى لطف وحزن وأسى، وكانت تشعر بفوات العمر دون فائدة. طبعاً إحنا مازال في صفحة إصدارات ومازال وسط الكتب والمكتبات، وعندنا أيضاً كانت هذه روايتنا لهذا الأسبوع، وأيضاً عندنا كتاب آخر طبعاً في إطار اهتمام مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بالمؤلفين الليبيين والمؤلفات الليبية عفواً، سواء اللي كانت بإقلام ليبيا أو حول ليبيا وأعلامها وتاريخها ومراحلها المختلفة. أصدر المجمع عدة إصدارات مهمة، كان من آخرها وبالتعاون مع مؤسسة كلام للبحوث والإعلام كتاب استقلال ليبيا والأمم المتحدة حالة تفكيك ممنهج للاستعمار. هذا الكتاب من تأليف أدريان بيلت ومفوض طبعا هذا الأمم المتحدة في ليبيا، وترجمة الأستاذ الدكتور محمد زاهي بشير المغيربي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، وهو طبعا من منشورات زي ما قلنا مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ومؤسسة كلام للبحوث والإعلام لسنة 2020 طبعا. وهذا الكتاب توزع مكتبة الكون في القاهرة وأيضا في طرابلس وفي بنغازي. خلينا نشوفوا ونتعرفوا على هذا الكتاب في هذا التقرير. من تأسيس الدولة الليبية المستقلة ومرحلة إنهاء الاستعمار، يقدم كتاب استقلال ليبيا والأمم المتحدة تحليلاً معمقاً ومفصلاً للأحداث والمناقشات بين الأطراف التي أسفرت عن صياغة دستور البلاد وإعلان ليبيا دولة موحدة ومستقلة ذات سيادة في 24 من ديسمبر من العام 1951. تتمحور فكرة الكتاب حول طريقة إنجاز الاستقلال في ليبيا، ويغطي الأحداث التي وقعت في الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية وإعلان استقلال ليبيا في 1951، وكذلك التطورات التي حدثت خلال العامين 1948 و49 والعامين 1950 و51، عندما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في البداية ولاحقا الشعب الليبي بمساعدة الأمم المتحدة يشكلان مستقبل البلاد السياسي والدستوري. بدأت فصول الكتاب بعنوان البحث عن الوحدة والجهود التي تبذل لتحقيقها أو تثبيطها، وكيف تم تهيئة الظروف للعمل باختيار مفوض للأمم المتحدة في ليبيا، والخطط البريطانية والفرنسية، وما كان يريده الليبيون من الأساس حول مستقبل بلادهم. صدر الكتاب في طبعته الأولى باللغة الإنجليزية سنة 1970، وصدرت الطبعة الثانية عن مركز الدراسات الليبية بمجمع ليبيا للدراسات المتقدمة بالتعاون مع مؤسسة كلام للبحوث والإعلام في 2016.
وصدرت قبل يومين ترجمة هذا الكتاب إلى العربية عن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ضمن أعماله المطبوعة لعام 2020، ترجمه الأستاذ الدكتور محمد زاهي بشير المغيربي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي. ويقع الكتاب في 4 مجلدات يحوي حوالي 1800 صفحة ليكون متاحا للباحثين والطلاب والقراء والمتخصصين. إذن مشاهدينا الكرام ومشاهدينا الأعزاء، مهما كنت تعتقد أنك مشغول لابد أن تلقى وقت للقراءة. وتذكروا دائما هذا القول لأحد الفلاسفة اللي قال: الكتب سعادة الحضارة، بدونها يصمت التاريخ ويخرس الأدب ويتوقف العلم ويتجمد الفكر والتأمل. مشاهدينا الكرام، من الثقافة والأدب والكتب، شو رأيكم نمشوا لصفحة مهمة نحاولوا من خلالها نسلط الضوء على بعض المشاكل الصحية اللي ممكن نواجهها في حياتنا؟ صفحة دكتور. مشاكل البشرة كثيرة، ومن بينها مشكلة حب الشباب اللي تعتبر من المشاكل المنتشرة هلبة، واللي من ممكن انها تشكل مصدر ازعاج يومي ودائم، عدا انها طبعا تشوه منظر البشرة، وهي تصيب المراهقين خصوصا بسبب عدة اسباب تتعلق ببعض منها بالتغيرات الهرمونية اللي تحصل في تلك الفترة. طبعا مع تطور اللي يشهد القطاع الطبي، بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة وسائل كثيرة لعلاج هذه المشكلة وباستخدام تقنيات حديثة ومتجددة. أكيد للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الدكتورة حلا القوقة، إخصائية أمراض الجلدية والتناسلية والتجميل. أهلا بك دكتورة. أهلا فيك، نورتينا. الله يسعدك. اليوم حلقتنا مختلفة، موضوعنا له علاقة بالجمال وبالعناية بالبشرة وبالمشاكل اللي يعاني منها فئة كبيرة من الناس، سواء كانوا شباب وحتى يعني الكبار في السن. فخلينا نبدو مع مشكلة حب الشباب، المشكلة المتكررة دائما وأكثر ناس تسأل دائما عنها. يعني أسباب حب الشباب ومشاكله وطرق علاجه، نبدو مع الأسباب، هل هي بس أسباب هرمونية أو في أسباب أخرى ممكن تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة عند الشباب والشابات؟ أوكي. حب الشباب هو من أكثر المشاكل الجلدية شيوعا، حتى هو مش مرتبط بس بفئة عمرية معينة، فئة الشباب ممكن يظهر بالبيبيات الصغار، ممكن يظهر بناس متقدمة في السن، بس الفئة العمرية الأكثر شيوعا أنه يظهر عندهم حب الشباب اللي هو فئة المراهقين، اللي هم من بعد سن البلوغ خلال فترة العشرين. عادة بتكون مرتبطة بالتغيرات الهرمونية اللي بتصير معهم، بصير في تغير بإفراز الدهون بالبشرة، وبالتالي بيظهر عندنا هذا الحال. طيب كيف نميز دكتورة بين ان هذا تحت سابجكت ان هذا حب شباب او هذه بتور؟ يعني نسمع دائما في بتور وفي حب شباب، ولا هم اثنين نفس الشيء؟ هلا البثور هي حب الشباب، بس مش كل حبة بتطلع على الوجه هي معناها حب شباب، ممكن تكون مثلا التهاب فطريات، ممكن تكون شامة، ممكن تكون اشي مرتبط ببعض الامراض الوراثية. فدائما اللجوء للطبيب المختص هو اللي بخلينا احنا نميز انه هذا حب شباب ولا هذا مرض جلدي ثاني. طيب دكتورة، من كنا مرينا بتجربة حب شباب وكنا نسمع عن علاجات معينة، حتى من العلاجات اللي هي نستخدمها في من البيت، يعني كل حدا عنده تجربة سابقة، أعمل حط معجون أسنان، حط كذا على الحبة عشان تروح. في أدوية يستخدموها بعض الشباب لتهدية شوية هذا الموضوع. اليوم العلم وين وصل في علاج مشكلة حب الشباب؟ كل يوم في إشي جديد بعلاج حب الشباب، ابتداء من الأدوية القديمة اللي كانت بالزمانات لهلأ التقشير الكيميائي، بعض أنواع الليزر، بذات التقشير الكيميائي في أنواع صارت خصوصي للبشرة اللي بتعاني من حب الشباب. دائما العلاج بنعتمد حسب شدة حب الشباب اللي عندنا، سواء كان خفيف أو متوسط أو شديد، وحسب وضع المريض. يعني مثلا إذا صبية متزوجة ما بقدر أعطيها أدوية قوية لأنه هي ممكن تحمل. إذا حدا بيتعرض كتير للشمس ما بقدر أعمل له تقشير كيميائي قوي كتير، ممكن يعمل له تهيج ببشرته وتحسس. دائما بناء على الحالة نفسها، إذا في عندي أسباب هرمونية وراء حب الشباب إحنا لازم نعالج عند الطبيب الجلدي، بالإضافة أنه إحنا نتابع مشكلة الهرمونات سواء عند دكتور الغدد أو عند طبيب النسائية بالنسبة للبنات اللي عندهم مشاكل. دكتور، عادة إحنا يقول لا هذه مرحلة عمرية، وبيحكوا لنا المرحلة العمرية وحتعدي، يعني حتتعدل الهرمونات وحتعدي، يعني هذا ممكن حتى أهلنا يحكوا لنا فيه الكلام هذا. هل أنت تنصحي أن الإنسان أول ما يبدأ ظهور علامات حبوب حب شباب على الشاب أو شابة أنه المفروض يلجأ للدكتور، ولا على حسب الحالة يعني الكيس شدتها، يعني هي
يسيبها أو أنه يعالجها، هذا طبعاً. القصد يعني أكيد الأفضل أنه إحنا دائما نلجأ للطبيب الجلدي لعلاج حب الشباب حتى لو كان الحب خفيف. نعم، أي حبة بتظهر على الجلد أول عن آخر رح تروح، رح تضلها كم يوم الحبة وتروح. بالزبط. إحنا مشكلتنا بآثار حب الشباب، هي هاي اللي بتطول وبتاخد وقت. الآثار في منها نوعين، في مجرد تصبغات جلدية كم شهر وبتروح، والآثار الأسوأ اللي هي الحفر أو الندب اللي بتصير بالوجه. نعم. هاي متى ما صارت عنده ممكن تضلها مدى الحياة. في ناس من حبة واحدة ممكن يصير في عنده ندبة كتير كبيرة بوجهه وضلها معاه مدى الحياة إذا ما تعالج. عشان هيك الأفضل إنه إحنا نعالج الحب أول بأول عشان ما تصير معنا أي مضاعفات. قبل ما نحكي دكتورة عن العلاجات الليزر المتقدمة، وهذا موضوعنا اليوم، ودكتورة أكيد مشكورة حتفيدنا في هذا الموضوع. في نسمع عن علاجات بالروكتان، حبوب أركتان أو هالمصطلحات، هذا مهم، وفي أسئلة هلبة دكتورة على هذا الموضوع، مدى فعاليتها، وخاصة أنه يسبب مشاكل أخرى يعني عند الشخص اللي يستخدم هالحبوب هذه. دواء رؤاكتان هو دواء خطير. أو هو الرؤاكتان هو اسم تجاري، اسمه العلمي أيزوتريتينون. هو اسم الشركة يعني، إحنا ما لازم نحكي. أوكي، في كيور أكني، أيزو سوبرا، زيركتان، في كتير أسماء. إحنا بالعادة ما بنحب نعطيه غير للحالات الشديدة. الحالات الشديدة بتكون تستدعي إنه هي تأخذ هذا الدواء، لأنه ما في إشي راح يخلي الحالة تتحسن وما يرد الحب يرجع بنفس السوء اللي هو كان فيه من قبل. غير هذا الدواء ضروري كتير إنه هذا الدواء يتأخذ تحت المتابعة الطبية والإشراف الطبي، لأنه في له أضرار جانبية. الدواء لازم يتأخذ لفترة طويلة، لازم قبل ما نبلش الدواء نكون عاملين فحوصات معينة للدم. أهم إشي نعمل فحوصات للكبد، فحوصات للكوليسترول، لأنه على المدى البعيد هذا الدواء ممكن إنه يرفع انزيمات الكبد وممكن يرفع الكوليسترول والدهون الثلاثية. فمع متابعة طبية واختيار المريض الصح، اختيار المريض المناسب لاستخدام هذا الدواء، أكيد إن شاء الله ما بيكون في مشاكل. بس بهمني كتير إنه مش كل حدا لحاله يروح على الصيدلية يشتري الدواء وياخده، لأنه له آثار جانبية إذا اتاخد بدون علم الطبيب وبدون إشراف الطبيب. طيب بدك تحمليني دكتورة شوي، بس لما تحكي تقولي لي إن في حالات معينة، يعني من هم الحالات، أي درجة وأي عمر، يعني اللي أي عمر ممكن يستخدم هذا الدواء، ولا لفئة عمرية معينة يعني؟ هلا ما في عمر معين، إحنا يعني من عمر 13-14 سنة إذا كان يعني الحب شديد إحنا بنقدر نعطيهم الدواء، ما في أي مشاكل. بس الناس اللي إحنا بنعطيهم إياه، مثلا الصبايا اللي بعمر اللي متزوجين جديد وناويين يحملوا، هذول ممنوع نهائيا انه هي تاخذ الدواء. اي حدا ناوي انه هو يحمل، للمرضعات اكيد ممنوع. اي حدا بده يتبرع بالدم ممنوع كمان انه هو ياخذ هذا الدواء. الناس اللي في عندهم مشاكل بالكبد، الناس اللي عندهم مشاكل بعيونهم، قرنيه مخروطيه او هاي المشاكل، بيلبسوا عدسات لاصقه، هذول كمان ممنوع انهم ياخذوا الدواء. عاده الناس الافضل انهم ياخذوا الدواء اللي عندهم حب الشباب الشديد، اللي جربنا معهم كل انواع العلاجات وما مشي الحال، ساعتها بيكون هذا هو الحل النهائي لهم، واكيد احنا بنبلشهم عليه. طيب الان لما بنبدا بالعلاج الليزر دكتور، امتى تلجئي انت للبيشنت تاعك انه تختاري له العلاج بالليزر؟ وقبل ما نبدا نتكلم على انواع الليزر، شو الفرق بين الليزر التقشيري والفراكشنال ليزر اللي يستخدم الفراكشنال ليزر اللي يستخدم حاليا؟ اوكي، هلا الليزر ما بيعالج الحب نفسه، هو بيعالج اثار الحب. اها، يعني احنا عادة بنعالج الحبوب سواء بالادويه اللي عن طريق الفم او عن طريق الكريمات. بعد ما نعالج الحبوب ويهدى الالتهاب اللي موجود في الوجه، احنا بنبلش نعالج اثار الحبوب بالليزر. نعم. هلا الليزر اللي بدي احكي عنه هو الفراكشنال ليزر. نعم. هذا الليزر بيتم عن طريق تسليط اعمده دقيقه جدا من الحراره على طبقات الجلد المختلفه. فهو بيعمل تقشير عميق جدا للبشره وتحفيز للكولاجين. بعد كم يوم بيكون الجلد منظره كأنه زي المحروق، الطبقة بتروح وبيبلش يطلع في عنا خلايا جديدة. بتحفز الجلد إنه هو يرجع يجدد نفسه بنفسه، بيرجع يبني حاله من أول وجديد، عشان بيعمل زي صنفرة، زي كحت للطبقة الخارجية للجلد. جلسة على جلسة بتتحسن الأمور. طبعا حسب عمق الآثار وحسب شدتها وكيف وضع المريض. طيب هذا ينفع في علامات الندب اللي تصير دكتورة مش من حب الشباب، اللي تكون أعمق شوي، عمليات أو حد في وجهه صار لما بسبب حادث معين، هل ينفع؟ او الخياطه اللي هي القطب يعني زي ما بيعطي نتائج كثير حلوه ممتازه لعلاج اثار العمليات الجراحيه، حوادث السيارات، الجروح. مرات اذا كان في حروق وصار في عندنا كرمشه بالجلد كمان بيساعدهم كثير، بالاضافه ليكون في معه علاجات ثانيه طبعا. يعني هو ما هوش علاج لحب الشباب، هو علاج لاثار حب الشباب. اثار حب الشباب، تمام. هل كل الناس ينفع معها هذه التقنية، ولا هي بس لفئة معينة من الناس ممكن تنفع معها؟ يعني كل البشرة الدهنية الجافة نص نص؟
لعمر معين. كل حدا بيقدر يعمل فراكشنال ليزر، بس بهمني انه مثلا الشخص نفسه خلال هاي الفتره ما يكون بيتعرض كثير للشمس، ما يكون وجهه اصلا محروق من الشمس، ما تكون بشرته كثير حساسه، ما يكون في عنده اي التهابات بوجهه، ما يكون ماخذ دواء رؤاكوتين خلال فتره 6 اشهر سابقا، يعني يخلص الدواء 6 اشهر يكون موقف، بعدين احنا بنقدر نعمل علاجات عشان ما تكون بشرته كثير حساسه ويستجيب بطريقه كويسه للعلاج. طيب الاليه والتكنيك لهذا الليزر، يعني هل بيوجع مثلا في يعني بسبب حروق يعني، او انه ايزي يعني زي الليزر اللي ازاله الشعر اللي الان صار يعني جدا خفيف والكل بيستخدمه؟ لا هو مش كثير ايزي ومش كثير صعب. اوكي طمنتيني انا. اوكي هلا احنا بعاده بنعمله تحت التخدير الموضعي، تخدير بالكريم، يعني بنحط كريم مخدر للشخص اللي احنا بدنا نعمل له الجلسه، بالعاده بنستنى عليه ربع ساعه الى نص ساعه، بعدين بنعمل الجلسه، بيكون الاجراء مريح جدا. هلا بنفس يوم الجلسه بيكون الوجه احمر كثير، بصير في عنا شويه تورم، احنا فعليا كانه بنحرق الطبقه الخارجيه للجلد بطريقه جزئيه، يعني بنحرق نقط جنب بعض، ما بنحرق الجلد كامل، فهذا اللي بيساعد انه يجدد الخلايا ويحفز الكولاجين. بيقعد بعدها المريض تقريبا 3-4 ايام، في على وجهه حبوب بنية صغيرة كيف نقط القهوة اللي بتكون على الوجه بتأشر، وبعدين بقدر المريض يرجع لحياته الطبيعية. والنتيجة دكتورة هل تعتمد على العمق الأثار والندوب الموجودة، ولا يعني نسبة إنه يعطي وجه صافي زي ما نقوله إحنا؟ هلا هو مش سحر طبعا، حسب عمق الآثار اللي موجودة، حسب إحنا عم نعمل معه علاج تاني ولا لا، وحسب طبعا الطبيب اللي بيشتغل، حسب نوعيه الجهاز، حسب عمق الليزر اللي انا بدي ادخل فيه بكل جلسه. هاي السيتنجز كلياتها الطبيب المختص هو اكيد اللي بيحددها للمريض. اذا كانت الندب سطحيه جدا ممكن جلسه او تنتين تكون الامور تمام ويكون الشخص مرتاح ومبسوط بالنتيجه، بس اذا كانت ندب عميقه لا، ممكن الناس تحتاج من 4 جلسات إلى 6 جلسات، ممكن معاها نعمل مثلا جلسات مايكرو نيدلينج اللي هو تثقيب دقيق للبشره، او تقطيع الالياف، ممكن نحقن بعض مواد الميزوثيرابي او الهايلورونيك اسيد، كمان بتكون عوامل مساعده ب بعلاج الندب العميقه جدا. طيب دكتوره ايش اللي المفروض ما يعملوش المريض او بعد ما يخضع لجلسه الليزر هذه؟ هلا مباشره بعد الجلسه لازم يحطوا ثلج على وجههم ويكونوا بجو بارد، يعني ما يطلعوا كثير بالحر. يعني في الصيف دكتوره عفوا ما تشجعيش عليه في الصيف يعني؟ ممكن نعمله بالصيف لشخص ما بيطلع كثير بالشمس، يعني مثلا ست بيت طول الوقت قاعده بالبيت، مسكر البرادي، بتحط واقي شمس ملتزمه، او حدا موظف بالشركه بيحط الواقي بيروح وبرجع، اكيد ما في مشاكل بيقدر يعمله. هي فكره ما تتعرض كثير انت لاشعه الشمس، ما تتعرض كثير للحراره، اول كم يوم بعد الجلسه ضروري كثير انه انت ما تفرك وشك، تستعمل كريمات خصوصي للبشره، اللي هي كريمات تبع تشافي الجلد عشان معالجه الحروق، كريم مضاد للالتهاب، وكثير مهم انه قبل الجلسه ما يكون في عندنا اي التهاب في الوجه، يعني ما يكون في عندنا حب شباب ملتهب، وما يكون في عندنا حمو او هيربس في الوجه عشان ما تصير الامور اسوء، ما ننشر الالتهاب اكثر من الجلسه هاي. طيب دكتوره كل الأعمار حكيت انه ينفع معها الموضوع هذا، موضوع يعني مش مرتبط بعمر، مش مرتبط بعمر معين، بعمر معين. طيب يعني ايش الفرق بينه وبين الليزر التقشيري او الليزر المقشر، او يعني في فرق بينهم؟ هلا التقنيتين في مفهوم الناس هيك بتخربط، في ليزر الكربوني وفي الفراكشنال ليزر اللي هو ليزر ثاني اكسيد الكربون. بالضبط. اوكي الناس بتفكر انه هو نفسه، هلا هو بس مجرد تشابه اسماء. هلا الليزر الكربوني او التقشير الكربوني هو عباره عن تقشير للبشره عن طريق ليزر اسمه الكيو سويتش اندياج. اوكي هو بيعمل تقشير سطحي جدا للبشره. اوكي بيعطي نتائج حلوه، بيعطينا هيك نضاره، اجراء خفيف لطيف بنفس اليوم بتعمله وبترجع على حياتك الطبيعيه. بيكون في احمرار نص ساعه ساعه وبعدين بتتعرض للشمس بتعيش حياتك الطبيعيه ما في مشاكل. بينما الفراكشنال ليزر هو علاجي، شيء عم بيعالج البشره من جوا جوا، عم يعني في واحد سطحي جدا وواحد تقشير عميق. يعني جداً. انت بتشتغلي بالليزر هذا على الطبقات الداخليه للبشره، يعني للبشره مش الطبقه الخارجيه. على الطبقه الخارجيه والداخليه، يعني على اعمق، يعني عميق جدا. نعم. بيدخل. طيب الناس اللي تكونوا الصبايا والبنات اللي يكونوا مثلا عاملين فيلر او بوتوكس، هل ينفع ان هم مع كل الاشياء هذه يعملوا الليزر هذا او بيقدروا يعملوه بس مش على طول بعد الفيلر والبوتوكس؟ انا بحب انه نرتاح على القليل اسبوعين ثلاثه بعد الفيلر والبوتوكس، بعدين هم بيقدروا يعملوا هاي او العكس، يعني ممكن يعملوا الجلسه ممكن بعدين يعملوا الليزر يرتاحوا اسبوع اسبوعين بعدين تعمل البوتوكس. اكيد ما في طيب مشاكل. نسمعوا بالبيلينج والتقشير هذا
الكيميائي برضك دكتورة يعطي نتائج نفس نتائج الليزر ولا الليزر أفضل نتائجها تكون؟ التقشير الكيميائي بيعطي نتائج حلوة، بس دائما التقشير الكيميائي حسب شو عمق البشرة اللي أنا بدي أدخل فيه، حسب شو المادة المستخدمة وحسب شو التركيز اللي مستخدم. فال يعني كشدة التقشير الكيميائي هو أخف من التقشير بالليزر طبعا. آه. والمريض ما يسح أو الشخص اللي يستخدم التقشير الكيميائي مش محتاج نفس الفترة اللي حكيت عليها حضرتك إنه 3 أو 4 أيام حيكون في إحمرار وأشياء هذه. بيكون في تقشير للبشرة بس يعني ما بيكون بالشدة اللي بتكون مع الفراكشنال ليزر. طيب في موضوع ثاني مهم جدا يعني من ضمن الأشياء اللي نستخدمه فيها علاجية بالنسبة لل الحروق اللي هي الحروق اللي تكون ناتجه عن مثلا حروق بالماء سخنه او اي شيء، يعني مش حروق الشمس، يحل مشاكلها الليزر هذا او ما يحلش مشاكلها؟ يعني اثارها، في ناس تتعرض لحروق نظرا لحادث معين، حروق نار او ماء سخنه او اي شيء، فهل التقنيه هذه تنجح في ان ازاله الاثار والوحمات مثلا؟ هلا اذا كانت عمل ندب هاي الحروق وتليفات في الجلد وكانت التليفات مش كثير عميقه بيشتغل عليهم الليزر، بالاضافه لاشياء ثانيه زي ما قلت لك اللي هو الراديو فريكونسي المايكرونيدي اللي هو تثقيب الجلد، موجات راديو فريكونسي هاي بتساعد كثير بعلاج الندب اللي سواء من حروق او من حوادث او من جراحات قديمه. طيب احنا نحكي دائما كل حوارنا عن الوجه، لان يعني نقول وجه القبول، يعني هل ممكن يستخدم في اماكن اخرى من الجسم؟ طبعا ما في مشكله بنقدر نستعمله. مثلا في كثير ناس ممكن يستعملوه على الجسم عشان نعالج التشققات الجلديه، علامات تشقق الجلد، الناس اللي بتسمن وبتنحف، هذول الخطوط البيضاء او الحوامل بعد ما تخلف بيطلع في خطوط بيضاء على بطنهم، بيعطينا كمان نتائج كثير حلوه على وبالنهايه دكتوره يعني بنسبه كبيره ولا 70-80%؟ مهم النسب لما الناس تسال دائما. الخطوط البيضاء متى ما صارت الخطوط بيضاء ما بتتحسن اكثر من 50-60% مع كل وسائل العلاج، ممكن نوصل 70% اذا يعني كانت الوضع كويس يعني الامور تمام. نعم. اوكي بس الفرق واضح، احنا لما نوصل 60 أو 70% مع جلسات الليزر ممتازه، النتيجه كثير ممتازه، بتبطل كثير واضحه هاي الخطوط، بتبطل كثير عريضه، احنا بنخفف سماكه الخطوط مع الليزر. بس بالنسبه للتشققات الجلديه بدنا كثير جلسات للليزر، وممكن كمان نعمل معها شويه مايكرو نيدلينج ديرمابين او ميزوثيرابي اللي هي حقن بالفيتامينز بيساعدهم كثير. طيب بالنسبه للكلف دكتوره، هو الكلف اصبح يعني منه مش السيدات فقط ولكن حتى الرجال. نعم. بسبب تعرض للشمس وكذا، هل برضك الليزر نقدر نقوله حل كويس لهالفئة من الناس؟ ليزر الفراكشنال ليزر اللي بدي احكي عنه بهاي الحالات هو سلاح ذو حدين، ممكن تتحسن الامور كثير وممكن انه هي تزداد سوءا. فعشان هيك يعني انا مرضاي بحب اعمل لهم دائما اللي عندهم كلف تست سبوت، بنجرب على بقعة صغيرة ليزر نقطة صغيرة مثلا 2 سم × 2 سم وبخليهم يغيبوا اسبوعين ثلاثة، بنرجع بنشوف إذا حسوا إنه في تحسن وصار في تأشير لهذا الكلف بنرجع وبنعمل الوجه كامل، إذا حسينا ما في تحسن بنقولها خلص ستوب، بنكمل على كريمات وممكن نعمل حقن إبر تفتيح شيء هيك وبتتحسن الأمور. طيب دكتورة الآن يعني أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا، نحكوا على مزايا، إذا استخدمت التقنية غلط يعني إيش الأضرار اللي ممكن تسببها؟ إيش السايد إفكت للموضوع لو استخدم عند شخص مش محترف أو زي حضرتك متخصص؟ عادة نشوفوا الآن صالونات التجميل والبيوتي سنتر في بعض منهم يدخل على شغل الدكتور للأسف الشديد، وهذه الناس أحيانا بتسترخص القيمة المادية فبتقول لك لا أنا، أو في البيت بتجي حدا بيعمل لها شيء في البيت، يعني ممكن هذا الجهاز صعب أنه هو يكون في البيت، لكن في الأروما حتى في البيت صاروا في ناس بشنطة يعني، فإيش المشاكل إذا ما كنتيش عند أيدي أمينة أو ما راحش البيشن عند أيدي أمينة أو شخص متخصص وعنده خبرة في هالمجال؟ شوف وجه الإنسان هو الواجهة، وجه لما حدا بتطلع عليك هي وجه القبول، أنا حبيت هاي الجملة منك. أوكي هو الواجهة تبعتك، فيعني ما تسترخص، ما تروح عند أي حدا، أنا بالنسبة لي ما تعمل ولا إشي ولا أنك تروح عند وحدة كوفيرة، مع احترامي لجميع الناس، أو حدا بيجي بشنطة بالبيت وبيعمل حقن أو بيعمل لك ليزر أو بيعمل أي إشي. أوكي هلأ أنا رح أحكي عن إيش ممكن يصير أضرار بالليزر إذا ما نعمل عند الشخص المختص، ممكن يعمل حروق عميقة جدا في الجلد، ممكن بدل ما يعالج الندب يعمل لي ندب جديدة. أوكي وممكن يأثر على العيون. أوكي إذا ما كان في حماية صارمة للعين
بالنظارة الخاصة تبعت الليزر ممكن هو يؤدي للعمى إذا ما تم عمله عن طريق الطبيب المختص. أوكي، طبعا إذا كان في عنا أي التهاب في الجلد الطبيب بس اللي بيعرف إنه هذا التهاب في الجلد ولا لا، مش إنه مش جرح عادي، مش بس أكزيما، الطبيب بس هو الوحيد اللي بيعرف هذا الإشي. ممكن يصير عنا التهاب، بالذات التهاب الهيربس ممكن ينتشر على كامل الوجه، فيروس مع الليزر مع التقشير راح ينتشر على كامل الوجه، وشفنا حالات هيك اجت على العيادة عاملين عند حدا مش مختص وللأسف. يعني لازم الواحد يختار الدكتور الصحيح. وهل في أنواع منه أو درجات معينة دكتورة يعني مثلا، ولا هو جهاز واحد ودرجة واحدة؟ يعني احنا بنشوفه في الفيديو الان هذا. نعم. هو صح، هو هيك شوف كيف بيعمل زي كانه نقط صغيره، هي اعمده بسيطه من الحراره كلياتها جنب الجلد. هلا الفراكشنال ليزر في نوعين منه اللي حاليا متواجدين، نوع هو الاربيوم ياج، والنوع الثاني هو السي او 2 اللي هو ليزر ثاني اكسيد الكربون. كل واحد لاستخدام معين ولا اثنين نفس الشيء؟ تقريبا نفس الاستخدامات، بس ايش الافضل؟ نفس النتائج بصراحه. يعني احنا بنفضل الاربيوم عن السي او 2 لانه الريكفري تايم او فتره التعافي ما بعده اقل، يعني بيحتاج عاده من 3 لـ5 أيام وبترجع الامور طبيعيه بالبشره. السي او 2 ليزر لا بيحتاج فتره اطول، بدهم تقريبا اسبوع. بس المشكله انه جلسات الاربيوم اغلى لانه الجهاز اغلى من جهاز السي او 2، بس كنتائج تقريبا متساويه. يعني لما نحكي غاليه دكتوره يعني في متناول الناس ولا يعني محتاجه؟ لا 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 في متناول يعني عشان مش يفهموا الناس يعني. يعني اغلب ب 20% من جلسه السي او 2 او ب 30% من جلسه. هذا يعني هذا شاب شوفوا الان، ليه علاقه بالتجاعيد دكتوره؟ ممكن يخفي التجاعيد بدل البوتوكس؟ التجاعيد الدقيقه تتحسن. يعني التجاعيد اللي بتكون حوالين العين، التجاعيد اللي بتكون حوالين الفم بنسميهم خطوط التدخين او السموكر لاين، الناس اللي بتدخن بيتحسنوا كثير معاهم. بس اكيد اذا تجاعيد حركيه او تجاعيد عميقه لا، هون بيكون احنا بنتجه على البوتوكس. نعم. طيب احنا قلنا على البروسيجر المتبع، ان انت حكيت انه لازم ما قبل الاجراء ان هذا الاجراء يكون في العياده. نعم. عند حضرتك، انه ما يكونش في التهابات، ما يكونش متعرض للشمس فتره طويله وما الى ذلك. ما بعد العمليه المريض ايش الممنوع يعمله بعد؟ مش عمليه، بعد الجلسه يعني. بعد الجلسه هيك احسن الاسم يعني، مش عمليه، بعد الجلسه. اوكي، ممنوع يستعمل اي كريمات فيها تقشير للبشره على الاقل لمده اسبوع. ممنوع انه هو يتعرض كثير للحراره او يتعرض لاشعه الشمس او للضوء مثلا. لا ما في مشكله للضوء العادي، بس بيهمني انا اشعه الشمس. اذا اضطر انه يطلع المريض بده يكون حاط واقي شمس بده يجدده كل ساعتين ثلاثه. ممنوع انه يشيل القشره اللي بتصير بعد الجلسة. التقشير لازم هو يروح لحاله. مثلا ما يفرك وجهه، ما يستعمل أي كريمات لحاله، الدكتور بيحدد كريمات معينة لمدة أسبوع يستعملها. نعم. المريض بعدين بيرجع للروتين المعتاد. نعم. طيب احنا وصلنا لمرحلة مهمة جدا، هي علاج آثار حب الشباب أو الندب اللي تتخلف بسبب حب الشباب. بس نبي نرجع بيك الخلف دكتورة شوية. لما تظهر البتور على الوجه كنا احيانا بنتحملها شويه وبعدين بنصير نلعب في الموضوع. النصيحه والطريقه الصحيحه للتعامل معها قبل حتى من الواحد ما يروح على الدكتور او يتعاطى ادويه او يستخدم مراهم للتعامل مع الموضوع، شنو تنصحيك؟ اتركها زي ما هي، زي ما هي، ولا انك حتى لو كان منظرها كثير بشع يعني. حتى لو، لانه مرات احنا لما بنلعب بالحبه بنضغط عليها القيح او الماده البيضاء اللي بتكون موجوده جواتها ما بتطلع لبرا، بترجع بتدخل لجوا الجيوب تبع بدي احكيها بالعاميه، احنا ما بنفقعها بالطريقه الصح. مش كل الناس بتعرف انه هي تفضيها كدمل بالطريقه الصحيحه. صح صح. فمرات ممكن ينتشر الالتهاب في عنا منطقه بالوجه اسمها الدينجرس زون، اللي هي هاي المنطقه، منطقه الانف وحوالين الفم. هاي اذا الالتهاب دخل لجوا ممكن الالتهاب يوصل للدماغ. أوه. بيعمل لي مشاكل كثير كبيره، لانه الاورده اللي بتصرف الدم من هاي المنطقه وبالتالي حتصرف الالتهاب هي تماما مرتبطه مع الاورده تبع الدماغ. فدائما هون خطر. احنا بنقول للناس ما تلعب بالحبه، على القليله على القليله اتركها زي ما هي عبال ما انت تقدر توصل على الدكتور او توصل على الصيدليه او تعمل شيء. ومفروض الواحد مش اي مرهم يستخدمه الا باستشاره الطبيب، يعني ما يسمعش نصائح من خبرات اللي سابقه. يعني انا استعملت اللي استعملته لبشرتي ممكن ما يمشيش مع بشره شخص اخر. طبعا خصوصي انه الناس عندها شائع انه كريمات اللي بتحتوي على كورتيزون هي بتعالج كل شيء،
فمتى ما طلعت لهم حبه بيروحوا بيستعملوا الكورتيزون، بيطلع حبوب اصلا يعني عكس العمليه بالضبط، فهو ممكن يزيد الامور سوءا، فعشان هيك الافضل نلجا للشخص المختص. طيب كمان في شغله مهمه دكتوره، اللي هي حب مش الحب، مسامات اللي تكون واسعه او اللي تكون مفتوحه زياده، هل الفكشنال ليزر يساعد في اقفالها ولا؟ طبعا بيساعد كثير، لانه هو بحفز انتاج الكولاجين وبيعطي حراره للبشره، فالياف الكولاجين الموجوده بترجع بتسكر على بعضها، بترجع بتصغر الياف الكولاجين بتضب على بعض فبتصغر المسامات. بس الفكره المسامات ما حتروح 100%، حتصغر، احنا بنصغرها بالليزر وليس بنشيلها تماما. نعم. طيب دكتوره كمان ان لاحظوا ان ايضا حبوب الشباب وحتى اللي عند الكبار في السن زي ما حكيتي، ان ممكن حتى عند الاطفال والكبار، ان ما تكونش بس في الدائره هذه في الوجه، ممكن تكون في الظهر في اليدين، يعني ايش كيف الواحد يتعامل معها، خاصه في المناطق هذه الصعب الوصول لها، حتى انك انت تحط لها مرهم بتكون شويه صعبه في بعض المناطق في الجسم بالذات في الظهر او في الذراعين، وممكن تستمر معك وقت طويل حتى بعد ما تفوت سن المراهقه ويكون وجهك ممكن صافي يعني. مزبوط. هلا بالعاده هاي المناطق الناس اللي بيطلع لهم في اعلى الصدر وبالكتاف وبالظهر بيكون الحب شديد لما بيكون طالع، فعاده احنا بنعطيهم ادويه بتكون عن طريق الفم حبوب، وهلا في ادويه جديده صارت لعلاج الحب زي سبراي بخاخ، انت بترشه كثير اسهل من انت تقعد تدهن كريم. وبالاخر كل حدا في عندك حدا بيساعدك، يعني الام اذا بتساعد اولادها او الزوجه او اي حدا، يعني وهي نفس الشيء، نفس المسببات لنفس نفس فكره الحبوب اللي بتطلع في الوجه، نفس المسببات وبيطلع بهاي المنطقه، انه هاي المناطق فيها افراز عالي للدهون زي المناطق المتوسطه من الوجه اللي فيها افراز عالي من الدهون. يعني هل يعني لي علاقه بالجو، زي ما نسمعوا انه لما يكون الجو حر شويه ممكن هي تزيد تنشط تطلع اكثر، لي علاقه بكثره التعرق او الاستحمام او هذا المواضيع كلها ليش علاقه هيك يعني؟ لا مش كثرة التعرق، لها علاقة بكثرة إفراز الدهون، كثرة إفراز الدهون ممكن تكون من تغيرات هرمونية موجودة في الجسم عند عمر البلوغ، البنات اللي عندهم تكيسات مبايض، النساء اللي بياخذوا، بعض النساء بياخذوا منشطات للحمل أو بعض حبوب منع الحمل، الناس اللي بتاخذ كورتيزون عشان أكيد الكورتيزون بالآخر دواء، يعني حالات معينة إحنا لازم نعالجها بكورتيزون بالزبط. هذا سايد إفكت معروف للكورتيزون، هو بيطلع ومرات إبر البي 12 بتطلع عنا حبوب. والله هاي معلومة جديدة على فكرة. نعم، بيكون حدا طول عمره ما بيشكي من الحبوب وبشرته صافية وأموره تمام، فجأة بيجي بيقول لي طلع لي حب ووضعي سيء. فاحنا بنبلش نرجع بالتاريخ، بنرجع شوي شوي، بيكون مثلا قبل شهر اخذ ابره بي 12 او اخذوا ابره حساسيه، هي بتكون ابره كورتيزون طويل المدى، فهي هي طيب احنا حكينا عن العلاج وعن الاسباب، بنحكوا كيف الواحد ممكن عن طريق الغذاء، احنا عارفين مشكلتنا برضك في غذائنا، وممكن هي لها اثار يعني وتاثر على ظهور وحتى تفاقم مشكله حب الشباب. الاكل دكتوره يعني شو تنصحي خاصه من الناس اللي بلش عندهم حب الشباب؟ اوكي، لهلا ما في دراسات تحكي انه في اكل معين له علاقه بحب الشباب. والله حرمونا من الشوكولاته دكتوره زمان. بعرف انا كمان حرمونا. ما في دراسات تثبت انه الاكل له علاقه بحب الشباب، اوكي؟ يقال انه منتجات الالبان لها دخل بحب الشباب، بس انا دائما بحكي لمرضاي اذا انت حسيت في شيء معين لما انت تاكله بيزيد الحب عندك، انت من حالك وقفه. وقفه. يعني في ناس بتقولي انا بس اكل مكسرات بيزيد عندي الحب، في ناس بتقولي انا بس اكل الشيبس، في ناس تقولي بس اكل اكل دهون، اشرب حليب، انت تعرف حالك شو الاكل اللي بيزيده، فانت ساعتها بدك انت تتجنبه، بس انا اجي اقول ما ناكل كذا وكذا وكذا، حرام، يعني رح احرمكم كثير اشياء وما في كلام علمي على هذا صحيح الموضوع. صحيح. بس جديد في دراسات بتقول الناس اللي عندها جرثومه بالمعده، اذا بتسمع فيها اللي بتعمل تقرحات بالمعده وهيك، لها علاقه كثير بانه حب الشباب فعليا بتحسن الحب عندهم متى ما عالجنا جرثومه المعده. طيب الطازة وكل الحب نفس ينطبخ نفس الشيء، في دكتوره في اللي يكون عنده رؤوس بيضاء هيك يعمل زي البالونات البيضاء، هذا كله يندرج تحت نفس المسمى حب الشباب صح؟ نعم، الرؤوس البيضاء، الرؤوس السوداء، البثور العاديه اللي بتكون موجوده، وفي عندنا النوديولوسيستيك اللي هو الحب المتحوصل،
اللي بيكون زي دمامل كثير كبيره هذا صحيح. في الوجه نعم. هدول كلهم بيندرجوا تحت قائمه حب الشباب. مشكوره دكتوره جدا على المعلومات القيمه، وانا انبسطت كثير في وجودك معنا وعلى المعلومات، وشكرا وسامحينا ان تكلت عليك في الاسئله شوي يعني بروح لك هون هون فكل مره يخطر علي سؤال يعني. شكرا لك وانستينا دكتوره، ونتمنى نشوفك معنا مره ثانيه ونتكلم في مواضيع ثانيه باذن الله تعالى لها علاقه بالجمال وبالجلديه ان شاء الله. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام احنا مستمرين معاكم في ما تبقى من فقرات مجلتنا، فاصل قصير ثم نواصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زال متواصلين معاكم، وتوصلنا لصفحه جديده، صفحه ترصدنا كل جديد وكل احداث من كل مكان في ليبيا، صفحه كاميرا ليبيا. مدينة سبها معروفة بالصناعات التقليدية اللي ما زال فيها وما زال فيها على هذه الصناعات إقبال من الناس، وأيضا ما زال حرفيها وصناعها مستمرين في إتقانها وإنجازها لغاية اليوم. من هذه الصناعات تأتي العماري اللي هو نوع من الأواني المنزلية اللي تستخدم في عدة حاجات وأغلبها نسائية، يحطوا فيها طبعا البخور والكحول وعدة الزينة للمرأة، لكن صناعة العماري يخشى عليها طبعا من الانتتار، خاصة إن ما فيش من الأجيال الجديدة من يتقنها أو يتحمس لتعلمها. مراسلنا في مدينة سبها درنا تقرير عن صناعة العماري مع الحاجة مريم، خلينا نشوفه مع بعض هذا التقرير. تقضي هؤلاء النسوة ساعات طويلة في صناعة العماري التي تعتبر من أهم الصناعات التقليدية في سبها والجنوب، والتي تقوم على عراجين النخل والصوف، وهي مواد متوفرة في بيئة المنطقة. تكون من الصوف، العرجون من النخلة، نشكو العرجون، نجيب الصوف يعني ونخيطه. الصوف أشكال والوان خلاص، ونشكله العرجون كره من النخلة ونشقوه زي هيك، نشقوه كرقيق خلاص، وندخله نبدأ بنطور كسطية بدايته هيك، نلف عليه الصوف نبدأ نخيطه بيه. تمتاز صناعة العماري بتعدد الألوان واختلاف تنسيقها وأحجامها، وهو عمل لا تتقنه الكثيرات بسبب صعوبته وتعقيداته وطول الوقت لإنجازه، غير أنه صار يدر دخلا جيدا على صانعاته اللواتي يشاركن أعمالهن في المحافل المحلية والوطنية. والله تعلمت من زمان، من اليوم كنت بنت مخيط يعني في السعف ومخيط في الصوف، من زمان مخيط، توها هني زدت يعني بعد جيت بيت الأصيل يعني طورت يعني معاه، ما تاخذ مني كده 3 أيام 4 أيام كان قعدت عليه طبق كي، ما طول واجد عادي، كان جاني عادي نعلم. لا والله تو ما جاني حدا تعلمت. تخشى العمة مريم ومن معها أن تندثر هذه الصناعة التقليدية، خاصة أن الأجيال الجديدة لا تعرف عنها الكثير ولا تتحمس لتعلمها، رغم إقبال الناس على شراء العماري التي تتزين بها العديد من منازل المدينة. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها. قبائل التبو هم أحد مكونات ليبيا، والتراث التباوي ضخم طبعا اشتهرت به قبائل التبو في الماضي، واللي أصبح عنوان مجدها ورمز مدينتها. التراث التباوي أصيل ويشمل معتقداتهم وعاداتهم وعمارتهم وفنونهم وعلومهم، واللي تمثل جزء من حضارتهم. طبعا التبو عرفوا الآلات الموسيقية ومجموعة كبيرة طبعا من هذه الآلات، وهي تمثل بعض من معالمهم الحضارية المادية وجزء من فنونهم. من بين هذه الآلات الطبل اللي عليها يرقص التبو عدة رقصات، لكل منها اسم وحكاية ومعنى، واليوم راح نتعرفوا على بعض منها في التقرير الجاي، خلينا نشوفه مع بعض. رقصات كودي، وهي الدق على الطبل من قبل المغني دودي وسط ساحة الرقص للرجال والنساء في حلقتين، وهي أنواع منها الآتي: رقصة كودي أو كيدي، وقد ينطقها البعض من التبو كيدي، وتبدأ الرقصة بدخول دودي وسط ساحة الرقص، والتي تعد مسرحا تقام عليه مناسبات التبو، ثم تأتي النسوة ويعملن حوله حلقة،
وبعد حلقة النسوة يأتي الرجال لكي يعملون حلقة. تسير الحلقة بشكل متناسق مع اللحن، وذلك بتحريك الجزء العلوي من الجسم وبجر الأرجل بدءا من اليمين إلى اليسار، وإمساك كل شاب أو شابة يد الشخص الذي يجاوره في الحلقة. عندما يشرع دودي الفنان في الدق على الطبلة، تلف حوله النسوة والرجال في هدوء حيث تجر الأرجل إلى الأمام، ثم يتم إرجاعها إلى صف الحلقة. وهكذا يقوم دودي بالدق على الطبلة مع إلقاء الأشعار فيها ذكر نخوة وكرم وشجاعة القبيلة. وهذه الرقصة هادئة يروي فيها أمجاد الأشخاص المتميزين من أبناء قبائل التبو، وتكون هذه الرقصة هادئة لكي يسمع الحاضرون مدحهم من دودي أو الفنان. والرقصة الثانية رقصة توس، وتعد من أهم الرقصات التي في العادة ترافق موكب العرس، وهي تؤدى على دقات طبل الكيدي. وكذلك رقصة يوري، وهي رقصة حربية تؤدى على دقات وإيقاعات طبلة الكيدي. ولكن فن الرقص هذا لا يعد مجرد رقص، إنما هو فن درامي حركي فيه بداية ووسط ونهاية وأبطال وأنغام متعددة، كل دقات لها رقصة خاصة يتم أداؤها بطريقة معينة، حيث يبدأ بطريقة وينتهي بطريقة معينة. وعملية الدق على الطبلة تعتبر عملية تقليدية شفاهية ولا تزال محصورة في أسر محدودة. دودا تتوارثها وتتعلمها بالتلقين والمران والممارسة. وتقام هذه الرقصة في المناسبات الاجتماعية السعيدة ومنها الأعراس واحتفال تنصيب السلطان العام، تصاحبها الزغاريد والتصفيق والأغاني وقرع الطبول. طبعا هذه مجموعة من الرقصات عن طريق الكيدي، ونقولوا وشا وشا تاو، اللي هي شكرا جزيلا للمركز، مركز التباوي للدراسة، او المركز التباوي مركز الدراسات التباوية، الاستاذ يوسف ادم اللي زودونا بهذه المعلومات وبهذه الرقصات. وهذه تحية بالتباوي اللي هي وشا وشا تاو، اللي هي شكرا جزيلا. خلينا نمشوا الى منطقة مهمة جدا، مدينة تزربو الواقعة في الجنوب الشرقي من الصحراء الليبية عفوا، تشتهر بأنها واحة نخيل تمد السوق الليبي بألأد منتجات تمور الصعيدي والدقلة وغيرها من أنواع وأجود أنواع التمور. لكن مزارعي تزربو دخلوا فاكهة أخرى وبدت تلاقي رواج كبير في المنطقة. هذه الفاكهة هي المانجا اللي دخلت على تزربو حديثا، حيث كانت البداية بزراعتها في المنازل. كاميرا ليبيا زارت المزارع توفيق بوحورية من حي العين في تزربو باش يعطينا صورة على بعض الأمور اللي تخص زراعة هذه الفاكهة. خلينا نتابع مع بعض. شجرة المانجا من فضل الله سبحانه وتعالى نشحت في تزربو، وشجرة المانجا هذه تبدأ في التنوير من شهر واحد أو آخر شهر 12 وبداية شهر واحد، وبعدين في من 15/6 شهر 7 تبدأ في الثمار، ونشحت نجاح كبير في تزربو لأن لقيت المناخ مناسب، وجابوها الحقيقة جماعة من تزربو عسكريين في الثمانينات في دول الجوار تشاد والسودان، وجابوا منها زريعة وزرعوها ونشحت بفضل الله لأن لقيت المناخ ارتفاع درجة الحرارة والمية العذبة، ونشحت بشكل كبير ما شاء الله تبارك الله. أساس شجرة هذه المانجا اللي هي الثمار طبعا تطلع حبة المانجا، ولما تأكلها تطلع منها هذه الزريعة بهذا الشكل، وتقدر تزرعها على طول، وبعدها من اللب الزريعة من جوا بهذا الشكل، حتى زرعتها ما فيهاش مجهود ولا فيها تعب، هاي بهالشكل هاي حبة الزريعة. إذا كان زرعتها بالشكل هذا السفتة هذه تكون لوطة تفرع تطلع مفرعة، وإذا كان زرعتها بالشكل هذا تطلع شجرة واحدة، وإذا كان زرعتها بالشكل هذا تطلع شجرة واحدة
وإذا كان زراعة التبش مرة ثانية بالشكل هذا تطلع فرع كم فرع. بفضل الله سبحانه وتعالى واحد ما فيهش أي تعب بالطريقة هذه. آه المية قريبة الحمد لله. آه ورملة تقول إيش؟ آه أرض زراعية ما شاء الله تبارك الرحمن، وإن شاء الله تأكلوا منها بإذن الله. بهذا نكون كملنا جولة كاميرا ليبيا ونمشوا لصفحة جديدة من صفحات عدد اليوم. صفحتنا الجاية صفحة نتعرفوا من خلالها في كل عدد على معلم جديد من المعالم الموجودة والمنتشرة حول العالم، نتعرفوا على أسرارها وتفاصيلها الجميلة والهندسية. صفحتنا الجاية هي صفحة معالم. رحلتنا اليوم في فقرة معالم إلى إنجلترا، حيث يوجد واحد من أهم المشاريع الهندسية البيئية. رحلتنا حتكون إلى مشروع عدن، ثاني أكثر الوجهات السياحية زيارة في المملكة المتحدة خارج لندن. مشروع عدن هندسيا عبارة عن سلسلة من العبوات البلاستيكية الحرارية المرتبطة بشكل مختلف في البيئة العالمية، ويعتبر واحد من المشاريع الرائدة في مجالها. هذا المشروع مش مشروع معماري أو منتجع سياحي فقط، هو مشروع بيئي أيضا يهدف إلى مواجهة التصحر ليتماشى مع الخيال العلمي وفكرة العيش في كوكب المريخ. المشروع بدأ بهدف تحويل منطقة كانت في الأصل غير صالحة لأي شيء إلى منطقة خضراء متحكم فيها بالكامل، مما أعطى وعود كثيرة طبعا لإنشاء مناطق خضراء واسعة في الصحراء. إذن أو عدن رحلتنا اليوم حتكون إلى واحد من الأماكن القديمة والمذهلة والتاريخية طبعا أكثر شعبية في إنجلترا. مشروع عدن كما سماه مصمموه، عدن أي الجنة في اللغة العربية فيما يلفظ آيدن في إنجلترا، وبات واحد من أهم المشاريع الإيجابية عندما تم تحويل موقعه من مكان مجهول الهوية نسبيا إلى موقع يتضمن مساحات للأداء والتعليم والفن وتمتد إلى أبعد من الموقع نفسه، كما قدم فرصا للعمل وأصبح بقعة جاذبة للزوار. وكان الموقع عبارة عن حفرة طينية، وكان لا يزال قيد التنقيب خلال مرحلة التصميم، ثم تطورت الفكرة عبر استراتيجية استبدال حفرة طينية غير قابلة للسكن مع موطن طبيعي جديد، ربما يكون من حيث المبدأ أكبر نجاح بيئي لمشروع آيدن. في البداية تم اقتراح عمل المشروع كهيكل واحد مترابط يقع حول حافة الحفرة الطينية، لكن فيما بعد تم تحويل الموقع بالكامل من مجرد فكرة لمبنى يضم مجموعات منوعة من الزهور والنباتات والفواكه التي لا مثيل لها في المملكة المتحدة. وتعتبر الغابات الموجودة في هذه الحديقة الضخمة من أكبر المشاتل في العالم، حيث يمكن استكشاف غابة مطيرة كاملة مغطاة والتعرف على فصائل النباتات الطبيعية هنا، ثم الرقص طوال الليل في سلسلة حفلات آيدن للبوب. كما تمتد المناظر الطبيعية إلى ما هو أبعد من المناطق البيولوجية المسببة للاحتباس الحراري، مما يجعل الموقع بأكمله حديقة خضراء في حد ذاته. أما من الجانب الهندسي فيتشكل هذا المجمع البيئي الصناعي من عدة قباب تحاكي كل واحدة منها بيئة إحيائية معينة، وتحوي كذلك أصنافا عديدة من النباتات التي تم جمعها من مختلف بقاع العالم. بدورها تتكون القباب من مئات الأجزاء سداسية الشكل مع بعض الأجزاء خماسية الشكل، ولكل قبة إطار من فقاعة ضخمة سداسية عشرية تعتمد على طبقتين، ولكل طبقة إطار يكون واحدا من الأشكال الهندسية. أما عماده فيتكون من أنابيب الصلب، فيما تكون المفاصل من معادن خفيفة وصغيرة نسبيا حتى يتسنى نقلها بسهولة. وفيما استوحى المصممون شكل هذه الهياكل الضخمة خفيفة الوزن من التصميمات الجيوديسية الخاصة بشركة بوكمنستر فول، وحتى تؤدي وظيفتها الأصلية في حفظ النباتات والمناخ الملائم لها، فهي مصنوعة من مادة الإتفي البلاستيكية. ومنذ افتتاحه في عام 2001 اجتذب مشروع عدن أكثر من 13 مليون زائر، بينما ساهم أيضا بأكثر من مليار جنيه استرليني في اقتصاد إنجلترا. وتسعى الشركة التي صممت هذا المشروع جاهدة إلى تعميم أفكارها حول العالم، وحاليا يتم إنشاء مجموعة من المشاريع المشابهة لجنة عدن في بعض البلدان العربية مثل عمان والدوحة وجدة،
وقد ساعد هذا المشروع مؤسس الشركة المنفذة السير نيكولاس غريمشو لتصبح من أهم الشركات العالمية في هذا المجال، وهي اليوم تعمل في جميع أنحاء العالم وتخطط لتكرار التجربة في دول أخرى، فيما تم تكريمها بأكثر من 200 جائزة تصميم دولية. إذن مشاهدينا الكرام شفنا هذا المعلم، وأكيد في الحلقة الجاية حيكون عندنا معلم آخر. صفحتنا الجاية مشاهدينا الكرام نستعرض فيها أخبار من كل أنحاء العالم، هذه الأخبار حتشوفوها وتتابعوها دائما في صفحة من هنا وهناك. خبرنا الأول عن طالب تونسي يحل لغز فيزيائي حير العالم 100 سنة. وسيم الدوادي عمره 23 سنة طالب تونسي نجح في حل معادلة فيزيائية شائكة حيرت العلماء ل100 عام ليحصل على مقعد ضمن قائمة أكثر 10 شباب تميز في العالم لسنة 2020. وسيم يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بسويسرا، وكان تألق في مسابقة علمية بميدان الفنون والبحث العلمي شارك فيها تقريبا 120 شاب من 120 دولة. اللغز اللي فك أسراره يتعلق بظاهرة حجم فقاعات الهواء في السوائل اللي تطفو طبعا على السطح وفق قوانين الفيزياء، غير أن استثناء حير العلماء من حوالي قرن من الزمن طبعا تتنافى هذه القاعدة في حال وجدت السوائل داخل أنابيب عمودية صغيرة الحجم، وهو ما يسعى العلماء طبعا لتفسيره من حوالي 100 عام زي ما قلنا. لكن دوادي تمكن من قياس ما يدور حول فقاعات الهواء داخل الأحجام الصغيرة وأثبت أنها تطفو لكن بسرعة صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة إلا بعد مرور 55 سنة، وبذلك أثبت أن كل قوانين الفيزياء تعمل بشكل صحيح. طبعا الدوادي اللي هو الطالب التونسي يشوف ان هذه النتيجة من شأنها انها تسمح بتطوير تقنيات مقاومة الاحتباس الحراري وتطبيقات في مجال الساعات اللي تشتغل بفقاعات المياه وغيرها من الاختراعات. الخبر الثاني من عامل لجمع القمامة الى طالب باحدى اشهر الجامعات في العالم. شاب أمريكي يحصل على قبول في كلية الحقوق بجامعة هارفارد بعد أن كان يشتغل في جمع القمامة، الأمر اللي خلى من قصته محط اهتمام منصات التواصل وكبرى وسائل الإعلام. ريهان ستاتون البالغ من العمر 24 سنة اكتب على صفحته في تويتر أن بعد المدرسة الثانوية رفضت كل الكليات التي تقدمت لها للالتحاق فيها، فاخترت العمل في مجال الصرف الصحي. بعد سنوات تحصلت على قبول من جامعة هارفارد، طبعا هذه الجامعة العريقة. ستاتون كان كل يوم يفيق أو يستيقظ الساعة 4 الفجر باش يشتغل في وظيفة جمع القمامة باش يدعم عائلته، طبعا لأنه كان يعاني من ظروف صعبة بعد ما أمه تركت عائلته وكافح والده من أجل دعمه هو وشقيقه. ستاتون كان يتمنى أنه هو يكون ملاكم محترف، لكن أماله ورغبته انقطعت بعد ما تعرض لإصابة، ويخطط طبعا ستاتون لتقديم الإرشاد والدروس الجامعية للشباب الآخرين. خبر آخر عن زوجة تغسل الصحون في دار المسنين لترى زوجها. طبعا شنو ممكن يدير او ممكن شنو ممكن تدير انت او اي شخص يسأل نفس السؤال هذا لو كان عنده شخص عزيز عليه ويحبه. ماري شانون طبعا ما قدرتش انها تضم زوجها لمده 114 يوم وكانت تشوف فيه من خلال نافذه، حالها زي حال باقي الأشخاص اللي يراقبوا في أحبابهم في دور المسنين عبر النوافذ خلال جائحة كوفيد-19. ستيف زوج ماري يقيم طبعا في وحدة العناية بالذاكرة في دار الرعاية لأنه أصيب بالزهايمر في عمر مبكر، وبناء على طبعا أوامر حاكم فلوريدا بأنه ما يسمحش لأي زائر دخول دار رعاية المسنين باش يمنع انتقال أمراض الجهاز التنفسي اللي سببها الفيروس للمقيمين وللكبار في السن داخل هذه الدار. طبعا ما كانش في خيارات متاحة أمام ماري باش أنها تشوف زوجها لغاية ما اقترح عليها الممرض المشرف على حالة زوجها فكرة غسيل الصحون داخل دار الرعاية،
وماري وافقت على الفكرة وقالت إنها راح تستغل الفرصة، وشاركت طبعا ماري على صفحتها على الفيسبوك صورة وهي تغسل في الأطباق وصورة تانية تجمعها مع زوجها، وكتبت بعد 114 يوم احتضنت زوجي، وأضافت لقد غسلت الكثير من الأطباق ولكن أثبتت للعالم أنه عندما تتحلى بالإرادة تستحق ما تريد. خبر آخر عن موسيقي أمريكي يلفت الأنظار بالعزف والتزلج معا. ساهم موسيقي أمريكي في إسعاد الكثيرين طبعا وسط انتشار وباء فيروس كورونا من خلال العزف على الجيتارة أثناء قيادته للوح التزلج. تشافيز فتى أمريكي يبلغ من العمر طبعا 24 سنة يعزف الموسيقى على الجيتارة لكن بطريقة مميزة وهو راكب على لوح التزلج. تشافيز دي عروضة طبعا فريدة في يونيو بمنطقة بيلتلاين الشهيرة، وقال إن أداءه ساعد على كسب المال خلال فترة أغلقت فيها طبعا المسارح في المدينة. هذه الفيديوهات اللي كان ينشر فيها على حسابه في تويتر الجت يعني وشهدت تداول واسع وحصدت ملايين المشاهدات. خبرنا الأخير عن ببغاء، هذا ببغاء فائق الذكاء وبارع في الرقص. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر فيه ببغاء أبيض اللون يقوم بحركات مضحكة، ويظهر طبعا في مقطع الفيديو اللي حنشوفوه مع هذا الببغاء شخص، وهذا الشخص يقوم بتغيير نغمات الهاتف اللي شادة في إيده ويتفاعل معها الببغاء، واللي بدوره كل ما يغير النغمة هذا الببغاء يقوم بأداء رقصة تتماشى مع هذه النغمة. طبعا مقطع الفيديو اللي يحمل اسم ببغاء فاقد ذكاء وبارع في الرقص واللي نشرتها صفحة تحمل اسم موسيقى الحياة Music of Life لقى طبعا رواج واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف الكليب لهذا الببغاء ونختم به فقرتنا، فقرة من هنا وهناك. بهذا الخبر ننهي جولتنا في صفحة من هنا هناك، شو رايكم ننتقلوا ونصفحوا مع بعض صفحة جديدة، صفحة فيها الإثارة والإبداع والمتعة، صفحة أون سكرين، فقرة أسبوعية مع زميل هاشم الزروق. خلينا نشوفوا شو عندنا في هذه الصفحة. في أون سكرين الأسبوع هو حنحكوا عن مسلسل العصابات والتشويق اللي ليه جمهور كبير جداً، بيكي بلايندرز، والإخوة شيلبي اللي أسسوا واحدة من أشهر العصابات الدرامية ذا بيكي بلايندرز. المسلسل من ابتكار الكاتب الكبير ستيفن نايت. I'm looking for Thomas Shelby. It's delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Rumors get started. Rumors that there was a robbery. في السيزون الأول نتعرف على شخصيات العائلة الغجرية الإخوة توم وآرثر وجون اللي يشتغلوا في مجال مراهنات الخيل بطريقة غير شرعية، ويتعرضوا لمضايقات من كبير المفتشين كامبل اللي يؤدي في شخصيته الممثل سام نيل. توماس، you're a bookmaker, a robber, a fighting man. You're not a fool. You sell those things to anyone, you will hang. Crown of a prince.
dreams to be king, I'd bet. That's the machine guns now, and it's them that's in the wood. But he's got attacking your bookies and taking your money. The men can't control them. You need help. We have connections. We know how they operate. Those of you who have taken their bribes these years since the war, those of you who look the other way, you are worse than them. Anyway, we're picky blinders. We're not scared of coffins. My job to decapitate each one, and by God, I will do it. We will take them before last night's beer. Every gun, every bullet will be brought to me for inspection. Raise a hand, all those who want to strike. I'm looking for Thomas Shelby. Never heard of him. Thomas Shelby has a reputation to uphold. He researches his enemies. That's why he's been chosen. في السيزن الثاني يتقابل توم شيلبي مع رجل العصابات اليهودي ألفي سولومون اللي يلعب في دوره النجم الكبير توم هارت. بعد ما توسع توم من برمنغهام ووصل للندن، ولكن ما زال يتعرض للمضايقات وفرض السيطرة من المفتش كامبل. London is in trouble, Thomas. Who did this to us? We've nothing to fear, so long as we stick together. Sabini is winning the war and you are losing it. Intelligent. Usually it comes far too late. Polly, I'm going to find your son and daughter. And I'm going to bring them home. You think you can just come to London and pick a side? My face. It's the last thing you'll ever see. You know, gentlemen, there is hell. And there is another place below hell. I will remember everything. في السيزن الثالث يتوسع نفوذ الشيلبيز ويزيد عدد أعدائهم، ويضطر توم لعقد تحالفات دبلوماسية باش يواجه خطر فادر هيوز اللي يقوم بخطف تشارلي ابن توم وتهديده لتوم بقتله. For me, it's my strength. وتتصاعد الأحداث بعد دخول المافيا الإيطالية في مواجهة مع البيكي بلايندرز. We walk in hand and march through the flames. We can reach anyone, anywhere. This is our city. Take me down. No, you won't take me down. هذا كان كل شيء الأسبوع. هو مننا هاشم الزروق، أحسن تحية. There was no choice. شكرا زميلنا هاشم الزروق، اكيد نستنى منك في كل جديد في الاعداد القادمه. قالت منظمه التجاره العالميه ان تجاره السلع عالميا سجلت انخفاض قياسيا في الاشهر الاولى من العام بسبب جائحه كوفيد 19، ولكنها لم طبعا تحذر للتوقعات الأسوأ في ظل نمو التجاره الالكترونيه. ولاحظ الجميع ان هذه التجاره الالكترونيه حول العالم زادت في الفتره الماضيه، وهذا كان موضوعنا طبعا اللي تكلمنا عليه في العدد الماضي من المجله، وتكلمنا عن التجاره الالكترونيه
وأيضا على نسبها وعلى أرقامها ورواجها خلال جائحة كورونا. اليوم حنتكلم على موضوع آخر وهو موضوع اللغة العربية والمحتوى العربي على الإنترنت، حنستعرضوه معنا في صفحة عنف الأسبوع. حوالي نصف مليار شخص في جميع أنحاء العالم يتحدثون اللغة العربية، وترتيبها بين اللغات الأكثر تحدثا في العالم هو السادس. وعلى المحتوى الرقمي تأتي اللغة العربية كرابع أكثر اللغات المستخدمة شيوعا على الإنترنت اليوم. مع ذلك تعاني اللغة العربية من نقص التمثيل بشكل واضح على الإنترنت، وهي بحاجة إلى التطوير الدائم. ومع أننا لاحظنا العديد من المواقع العربية والمدونات اللي أخذت بالانتشار في السنوات الأخيرة، إلا أننا لازلنا نعاني من شح المصادر العربية الموثوقة. فما هي اللغات الأكثر استخداماً على الإنترنت، وما نسبة المحتوى العربي بين اللغات الأخرى؟ هذا اللي حنتعرفوا عليه زي ما قلنا في خلال صفحة أم في الأسبوع. يشير طبعا أو تشير معظم التقارير العالمية اللي تهتم بالمحتوى الرقمي على الإنترنت أن نسبة تمثيل اللغة العربية على الشبكة لا يتناسب مع أهمية اللغة وعدد مستخدميها ومتصفحي الإنترنت من العرب، مع أن اللغة العربية بحسب تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا آسكو حققت أعلى نسبة نمو على شبكة الإنترنت بين العامين 2000 و2011 بالمقارنة طبعا مع اللغات الأخرى. بالحديث عن اللغات الأخرى، فإن الإنترنت طبعا موجه فعليا للغات الأكثر استخداما في العالم، فاللغات بالأرقام تشير إلى طبعا هناك أكثر من 7000 لغة متداولة ومحكية في العالم. 5% هي طبعا نسبة اللغات المستخدمة على الإنترنت، أي أن هناك 95% من اللغات الأخرى غير متوفرة على الإنترنت. من حيث ترتيب اللغات المتداولة والمستخدمة على شبكة الإنترنت، فإن اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر استخداماً، وهذا طبعاً مش غريب كونها لغة تأسيس شبكة الإنترنت في العالم، ومن حوالي مليار و18 مليون مستخدم للغة الإنجليزية طبعاً موجودين على الإنترنت، أي ما يعادل 25.3% اللي هي نسبة المستخدمين للغة الإنجليزية على شبكة الإنترنت. أما المحتوى اللي خاص باللغة الإنجليزية أو المحتوى للغة الإنجليزية فهو قد تجاوز نصف المحتوى كاملا على الإنترنت، حيث وصلت نسبة المحتوى الإنجليزي إلى 54.9% من المحتوى الكلي الموجود على شبكة الإنترنت. يلي اللغة الإنجليزية طبعا اللغة اللي يسميها البعض لغة المستقبل، اللغة الصينية، وهي اللغة الأكثر نموا في العالم وبعدد سكان يتجاوز 1.3 مليار مواطن. طبعا إلى جانب مواطنين من دول تانية مازالوا أو ولازالوا يتعلموا اللغة الصينية، وهذا ساعد في نمو هذه اللغة بشكل أكثر وأكثر، وخلاها اللغة الثانية الأكثر انتشارا بعد اللغة الإنجليزية. عدد مستخدمين اللغة الصينية على الإنترنت 888.5 مليون مستخدم، يعني ما يقارب للمليار طبعا مستخدم للغة الصينية وين؟ على شبكة الإنترنت، بنسبة مستخدمين توصل إلى 19.8%. أما المحتوى الموجود على شبكة الإنترنت، المحتوى الموجود باللغة الصينية وصل ما يقارب إلى 4.4 طبعا من نسبة المحتوى كامل على الإنترنت. الترتيب الثالث هي اللغة الأسبانية بأكثر من 750 شخص يتحدث اللغة الإسبانية حول العالم، ونصف هذا الرقم يتحدث اللغة الإسبانية كلغة أم طبعا، وهناك ما يقارب 363.5 مليون مستخدم للغة الإسبانية في العالم، 363.5 مليون مستخدم للغة الإسبانية، مش الصينية طبعا، الإسبانية على الإنترنت، أي ما نسبته 8% من نسبة المستخدمين. وصل المحتوى أيضا باللغة الإسبانية على الإنترنت إلى 4.8% من نسبة المحتوى على الإنترنت.
أما اللغة العربية اللي نتكلم عليها اليوم موضوعنا مهتمين بها وكم نسبتها أو وجودها على الانترنت، في عام 2013 نسبة العرب اللي وصلتهم الانترنت، يعني نسبة العرب اللي وصلتهم الانترنت لم يتجاوز 37%، أما اليوم يتجاوز عدد مستخدمي الانترنت باللغة العربية ل 168 مليون شخص، مع أن الفارق ليس كبير. خلال 7 سنوات تضاعف عدد مستخدمي الانترنت من العرب طبعا إلى أكثر من 4 أضعاف، وصلت نسبة المستخدمين للمحتوى العربي إلى 4.8%. أما المحتوى العربي اللي كثر الحديث عليه فلم يتجاوز بحسب آخر إحصائيات إلى 3% من نسبة المحتوى على الإنترنت. طبعا زي ما قلنا رغم العديد من المحاولات والعديد من الناس تحاول تغذي المحتوى العربي من خلال المدونات، من خلال المواقع العربية، إلى أن يبقى المحتوى العربي على شبكة الإنترنت ضعيف جدا. نتمنى أنه في السنوات القادمة هذه النسب اللي شفتوها وتبعتوها كلها ترتفع ويكون للمحتوى العربي وجود وتتقدم اللغة العربية في مراتب متقدمة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية فقرة اليوم من صفحات مجلتنا، صفحة في الأسبوع هي ختم، هي نختم بها طبعا ختم المجلة ونختم بها دائما في كل أسبوع. لقائي بكم إن شاء الله يتجدد في نفس الزمان والمكان الأسبوع القادم. تصبحون على خير، إلى اللقاء.